السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا جدا. هنقدم مع بعض وصفة سهلة وبسيطة، مش محتاجة تكلفة خالص ولا مجهود. تحطي منها على الايدين وشوفي النتيجة هتكون ازاي. ورجعنا تاني يا بنات علشان نشوف مكونات الوصفة اللي معانا. الوصفة دي للايد، الايد اللي فيها خشونة وفيها تجاعيد وفيها تقشفات. طول ما الايد فيها الكلام ده كله تحس ان انتي مش في قوام الانوثة. لازم نحافظ على جمال الايد علشان نظهر بانوثه حلوه قوي. هنعمل مع بعض وصفه سهله مكوناتها كلها في البيت ان شاء الله. دوت الليمون متوفر عند اي حد. العامل الاساسي اللي معايا الشبه المطحونه يا جماعه، الشبه المطحونه. هتجيبيها حجر بقى وتطحنيها انت مش مشكله، هتخلي الراجل يطحنها لك عنده اوكي. هاتيها، المهم تكون مطحونه. الشبه المطحونه دي جميله جدا جدا في شد اي منطقه، بس النهارده احنا هنستعملها للايد. ومعايا اللي هنعجن بيه هي ميه الورد بس. هعصر الليمونه ونرجع مع بعض. ورجعت تاني يا بنات بعد ما عصرت الليمونه زي ما انتم شايفين كده، نص ليمونه، ليمونه كامله اللي بتحسس يبقى كفايه نص ليمونه. بشرته عاديه عادي. هناخد حبه شبه صغيرين كده، ربع معلقه شبه مطحونه زي ما انتم شايفين، وهنعجن او هنزود ماء ورد. طبعا احنا يا بنات زودنا ماء الورد زي ما انتوا شفتوا كده اهو، وهنحتاج سبري. سبري عشان يكون المكون اللي معانا سهل الاستخدام. هنشوف بقى بعد كده هنستعمله. ورجعت تاني يا بنات بعد ما فضيتها. لو عايزين تعملوا كميه كبيره براحتكم خالص، مش هتبوظ ولا اي حاجه، تمام كده. هنجرب حته على ايدي كده بقطنه صغننه اهيت، وهترش منها كل ساحه، كل ساعتين نرش منها بقى، مفيش اي مشكله خالص، تمام. هي من اول يوم هتلاقي النتائج بقت حلوه جدا اهو. رش على الايد وتمسكي القطنه كده، بتشد جامد جدا بشره الايد، وكمان بتفتح الشبه طبعا تشد، والليمون بيفتح والشبه كمان بتفتح برده، وماء الورد حلو قوي. بص كده، بص تحسي ان دي بقى فيها، والله العظيم حقيقي تحسي ان دي بقت فيها نص، ودي بص عامله ازاي، والله بأمانة جميلة جدا. طول النهار تخلصتي شغل البيت كله بقى، بالليل ترشي، الصبح ترشي، آخر النهار ترشي، ما ترحميش نفسك طول ما انت قاعدة ترشي. من أول يوم بالظبط، أول يوم تلاقي الموضوع ده خف بنسبة 50% إن شاء الله. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم. ليمون وشبة مطحونة وماء ورد كله متوفر في البيت، مش هيعمل حساسيه ولا اي حاجه خالص ان شاء الله. بس هنجربه على الايد، بس احنا قلنا على الايد النهارده مش هنحطه في اي حاجه تانية خالص، في اي منطقه تانية. انا عاملاه للايد. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك علشان اقدر استمر. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.